تعاقد برشلونة رسمياً مع المدافع الكولومبي ييري مينا قادماً من بالميراس البرازيلي. النادي الكتالوني وفي بيان رسمي أعلن توصله لاتفاق مع بالميراس لشراء ييرا مقابل ما يقارب 12 مليون يورو في عقد يمتد لخمس سنوات ونصف، وبشرط جزائي سيصل إلى 100 مليون يورو. على أن يقدم برشلونة رسمياً مدافعه الجديد ظهر الجمعة لوسائل الإعلام، ليكون بذلك مينا الصفقة الثانية لبرشلونة في سوق الانتقالات الحالية بعد البرازيلي كوتينيو. انتهت مباراة تشيلسي وضيفه أرسنال بتعادل السلبي